هذه القمة، بعدها تأتي قمة بوتين وترامب، والجميع يعرف العلاقة بين ترامب والناتو وبوتين والناتو، وأنباء كثيرة، حتى رئيس الناتو سئل قبل قليل إذا كانت هناك محاولة من قبل ترامب برعاية بوتين تقويض حلف شمال الأطلسي الناتو. لا، أنا أعتقد أن هذا كلام يعني غير وارد على الإطلاق. حلف الناتو ما زال قائما، وحلف الناتو يلعب دورا هاما ورئيسيا، وحتى أنا لا أفهم يعني القائل بأنه من الممكن أن يضحي ترامب بحلف الناتو حتى يكون له علاقات أفضل مع روسيا. كيف يمكن القول بهذا؟ هو روسيا مفروض عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة ودول غربية عديدة. قد يضمن لها إزالة العقوبات. لا، إزالة العقوبات هذه يأخذ وقت. طيب، يبدأوا بإزالة العقوبات ثم يتحدثوا عن مسألة عن تنازلات من هذا النوع أو عن مسألة إضعاف حزب. أنا لا أعتقد أن حلف الناتو يلعب دورا أساسيا رئيسيا، يعني على الأقل فيما يتعلق بالتدريبات المشتركة بين الدول، فيما يتعلق يعني مشاريع حتى تسليح، ليست مسألة فقط دفاع مشترك، هذا أبعد من هذا. ولكن ما يحدث اليوم هو أن أولا نحن نعيش حقبة تاريخية مختلفة عن السابق، لقد انتهت الحرب الباردة أو على الأقل بالشكل التقليدي الذي عرفناه قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، وبالتالي لم يعد اليوم توجه سياسي واضح المعالم لحلف الناتو، فأصبحت هناك دول في حلف الناتو لها سياسة خارجية متناقضة مع دول أخرى، ونحن رأينا هذا فيما يتعلق بالملف النووي على سبيل المثال، فيما يتعلق بالسياسة الخارجية المتبعة حيال إيران، حيال النظام الإيراني. أعتقد أن هناك نوع من الابتزاز من قبل الرئيس ترامب، أو جدعنا نقول نوع من الضغط على حلفائه الأوروبيين حتى يعدلوا عن سياسة التحدي للتوجه الأمريكي والتوجه دول عديدة حتى داخل حلف الناتو، منها دول عديدة في شرق أوروبا على سبيل المثال اللي هي موالية للولايات المتحدة في سياستها تجاه إيران وتجاه قضايا أخرى أيضا في العالم وفي الشرق الأوسط. ولكن ليست هناك أي رغبة لإضعاف حلف الناتو، أو حلف الناتو هو حلف هام للغاية، وبالعكس يعني هو له دور وسوف يكون له دور في المستقبل أكثر. هناك اليوم تحديات كبيرة، الحرب ضد الإرهاب، بوش الناتو بوش كان له دور فعال للغاية في أفغانستان على سبيل المثال، وساعد الولايات المتحدة على الانسحاب بشكل جيد. فأنا أعتقد أنه ما يجري اليوم هو فقط محاولة للضغط على الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة حتى تكون هناك سياسة واضحة المعالم، لأن الأمن والسلم الدوليين لا يمكن أن ينفصل عن السياسة الخارجية. مسألة الأمن هي مسألة سياسية بالأساس، لا يمكن أن نتحدث عن أمن مشترك أو عن سياسات أمنية مشتركة ودفاع عقيدة دفاعية مشتركة بدون أن تكون هناك حد أدنى من التوافق السياسي. نعم سيد مارتن، استمرار اللي قاله الدكتور مير، ربما ما يقوم به ترامب والناتو هو محاولة من قبل الإدارة الأمريكية، من قبل ترامب، الضغط على أوروبا لتغيير مواقفها بملفات أخرى على سبيل المثال بالملف الإيراني. أعتقد أنه أن هذا منهج محنك وذكي جدا، أعتقد أنه أكثر من لازم محنك بالنسبة للسيد ترامب. لا أعتقد أنه يعتقد بهذه المصطلحات ويفكر بهذه المصطلحات، أعتقد أنه تعلم بعض الشيء من السيد المحترم هنا، أعتقد أنه أمر أبسط ببعض الشيء. الرجل يأتي إلى بوتين ليتحدث ولم يوجه أي انتقاد تجاه بوتين. عندما يأتي إلى الناتو إلى حلف الأطلسي يوجد صراعات وخلافات، عندما يأتي إلى مسألة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي يوجد صراعات، هناك أمر يدفعه للتشاجر مع حلفاء الولايات المتحدة، وبالفعل أن فلاديمير بوتين استمتع بذلك كثيرا. أعتقد أنه يوجد هنا عامل شخصي، قد يبدو الأمر مبسطا بعض الشيء أكثر من اللزوم وليس عالميا لهذا الحد، ولكن يوجد عامل كهذا. المثير هو أنه يوجد فرق واضح بين توجه الرئيس وتوجه الولايات المتحدة. وزير الدفاع جيمس ماتيس وكذلك سفيرة الولايات المتحدة في الناتو لديهم توجه دعم كامل للناتو في السنات والكونغرس، هناك دعم كامل وشامل للناتو. عندما تأتي العقوبات تأتي من قبل الكونغرس تجاه تعتذر روسيا. لذلك نحن نرى رئيسا ذات توجه مختلف كليا عن وزير الدفاع وعن الكونغرس أيضا.